بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الجمهور الكريم أينما كنتم، وكل سنة وأنتم طيبين في البدء بمناسبة عيد الأم. ومن هنا لكل أم لها التقدير والاحترام. والله أنا ما حصل طلعت في لايف أو اتكلمت عن موضوع، لكن بجد يعني الكثير مسيخ، وانا بتجيني تلفونات وبتهاجمني من موضوع، والموضوع اللي عايز اتكلم فيه وما عايز اطيل الحديث اللي هو بغنيه ملك الوجاهه وسيده الغنيه اللي هي تغريد العشره. واتلغيت مكالمات كثيره بجد، وقال لي بقول لي انت الليله حنجي نسوقك، واللي بيحدد موقع حفلتي انا شغال وين وكنت وين وطالع من وين. وبجد الكلام كتير علي كتير كتير شديد. وبجد يعني انا افتخر لما يقولوا لي فلان غنى اغنيتك، لانه الليل انا فنان. الفنان ما مناغد في موضوع اغنيه بسيطه او اي اغنيه عابره. يعني انا كثير الناس غنت لي ما حصل، فتحت خشمي قلت قلت الثلاثه كم. وكثير فنانين يا ما فنانين بغنوا ما حصل. لقيت زول قال لي يا امجد والله مثلا انا الليله فاتح فيك بلاغ، او فاتح بلاغ نعم في موضوع اغنيه. ويعني فنانين كبار، ما في اي فنان، انا غنيت لعثمان حسين، غنيت ل من دون ذكر اسامي فنانين كتار، لنهضة القلعة، غنيت لهاجر كباشي، غنيت للقطة العزيزة برضو. انا بعتبرها اختي يعني، ما بالفن حاجة تانية، ولا من اقول اختي حاجة تانية، للاستاذة برضو والاخت من مروكو وكمال ترباس، وغنيت لإنصاف مدني، وغنيت لكمية من الفنانين. ما لقي ذول هاجمني وقال لي يا أمجد أنت مثلا ليلة غنيت أغنية الفلاني، ولا مدعينك ليه كده كده، لأنه هم بجد فنانين. الفنان الليلة لما يغني الأغنية لو هو ما حسيها ما بغنية، ولو ما بجد إنه ذول عزيز عليه ما بغني الأغنية. وأنا بجد تغريد يعني ذول أخت، ذول فنانة، ذول أنا بحسها بحب غناها، لونيتها برا خاصة حاجة كده برا. و تهاجمت 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 يا ما تهاجمت من الغنية دي، اللي بدق لي برا، واللي مكتب المحامي، واللي بقول لي انا الشاعر، واللي بقول لي انت في فتيل، وبقول لي غل الحاجات دي كلها انا ما شغال بيها اصلا. لان انا وقت بغني بغني لناس عمالقة، ناس كبار، ناس لهم اسمهم ولهم مكانتهم ولهم الود والاحترام. وما حصل يعني ذول قال لي التلاتة كم. لكن بجد يعني انا الليله زي ما بقولوا اول مره اطلع لايف، والكثير مسيخ. انا سكتت كثير، وعندي غناي الخاص يا ما غنوا الناس ما سالت. وانا بقول لكم افتخر لا من ذول يغني لي، لو ما فنان ما بفتخر، افتخر في شخصيني انا فنان، اي ذول يغني لي ما عندي مشكله. انا سحب المكان العالية دي فنانين يا ما فنانين غنوها. أجي راجع لأغنية برضو تاني بتقول فيروس في دمي انتشر. فيروس في دمي انتشر دي في ناس عارفين إنه الأغنية دي حقت أمجد بيومي. الأغنية دي أغنيتي أنا، واتغنت وغنتها على الشجبل. الشجبل وقت غنت الأغنية دي يعني قالوا الرازق يرزق والحاسد يحسد. أنا ما حاسد. انا الغنيه وقت طلعت وتسربت بيتين، ولا ادالا نعم الشاعر علي شندي والنيم ادالا الغنيه دي. انا شايل اربع اغاني، وفي الاربع اغاني يعني زي ما بقولوا يعني معاي ناس، إيه لو هم بيحلفوا اسم الله وقدر الكلام ده انه هو ماخذ حقه لدرجه اني انا مثلا لحد ما اغني الغنيه ده حتى بعد ذاك اشوف برنامجي معه شنو. والغنيه اللي اتغنت دي ما مزيكت الغنيه اصلا، ولا مود الغنيه اصلا. لكن انا شخصيا عشا يعني زولا فنانه، يعني كون انه غنت اغنيه فيروس في دم انتشر، يعني انا حقوم انتقد عشا انه الاغنيه دي ليه غنيتها ولا لا. وبجد يعني انه اعتذر لي، وبيناتنا ليه الليله عامره، وشايل منه غنى قبل كم يوم، وبرضه الغنى حينزل بعد كم يوم. عندي بروف نزلت انا في السوشيال ميديا، بعيد من الحاجات دي تماما انا، لان انا زي ما بقولوا في حالي ما عندي علاقه بالهجوم او الفنانين اللي بيقولوا بتاعين اليومين ديل، اللي هم زي ما بقول انا ما عارف. لكن
بمسمى تاني اخر بيقولوا الجونات. انا ما عندي علاقه بالموضوع ده، انا بزول في حالي بعيد كل البعد من البرنامج ده، يعني لي حاجاتي الخاصه، لي لونوتي الخاصه، لي الرغي والتعامل والاحترام والتقدير للي بيعرف امجد بيومي فقط. يعني انا في شخصي، انا بتكلم عن نفسي، في شخصي ما قاعد ازال زول انه يغني غناي، وما عندي مشكله انه اي زول يغني غناي، وانا افتخر بانه الناس تغني غناي عادي، وعمالقه من الفنانين يفتخروا انه الناس تغني غناهم. لكن انا عايز اعرف التلفونات اللي بتجيني دي بتجيني هل بالضبط كده من الجهه اللي هي اسي حاليا مطالبه بي اني انا عشان غنيت الغنيه دي، ولا دي جهه ثانيه؟ وبجد حتى لو الجهه الطالباني انه الجهه عندها مكتب خاص قالوا في مدرمان، ودي الحاجه اللي انا اتلغيت مكالمه شخصيا بنفسي، انا ما مدير اعمالي ولا زول يتكلم، انا شخصيا بجد تكلمت مع الزول وعرفت منه تفاصيل حاجه معينه. وموضوعي كان بالضبط كده، ومواعده انا يوم الاحد الليله، يعني زول تاني مرسل لي برضه تهديد ومرسل لي موضوع وحتى تلفونات كثيره، يعني انا بجد ما عارف، لدرجه انه محددين الحفله اللي انا بمشي بشتغلها وين اليوم، فما عارف انا. لكن انا تقليد العشره، زول اخت، زول فنانه، زول بحترمها، زول بحب لونيتها، وما بالضبط كده يعني. دي لو ناس انكم انتم قاصدين تشوه صوره زول ثانيه بقصادي انا، فانتم بقول لكم ستوب، لان انا تقريبا بالنسبه لي اخت. وحتى لو انه تقريبا يعني فاتحه موضوع انه غنيه وما غنيه ايزي عادي، انا ما عندي مشكله، اذا حابين القانون انا بتعامل مع القانون، والقانون بفوق لراسي من فوق، واحترم القانون. اذا كمان الناس اللي هي بتطلع اشاعات عني انا وعن تغريده العشره بقول لهم ستوب، انتم ما بتعرفوا البنوب بين تغريده العشره تماما. ومن هنا انا الرساله دي يعني اي زول ممكن يوصلها للاستاذه تغريده العشره، وبقول لها لك العود بحطها طردي. وانا يعني بجد ما عارف، انا وقت غنيت الاغنيه غنيتها باسم تغريده العشر، انا الشاعر هو ذاته منو انا ما بعرفه، الشاعر هو ذاته منو والله انا ما بعرفه. وطبيعي لانه تغريد مشتري الاغنيه، يعني كما تغريد اشترت الاغنيه ما كانت قالت كلمات مثلا فلان ولا مثلا غنتها تغريده العشر. ومن هنا انا بقول للناس اللي بتدق علي تلفونات وبتحاول تزيد في الكلام وتأول في الكلام، بقول لهم ستوب ستوب ستوب. انا شخصيا ما بتهدد، وانا بمشي مع القانون، وانا زول في حالي وبعيد من مجتمع الفنانين الهسي حاليا اللي بيقولوا مثلا امجاد وامجاد وامجاد، وانا في غنى عن الحاجات دي، وما حصل ما حصل اتكلمت، وما حصل ولا حابب ان انا اكون واتخطى في موقف زي ده يوم من الايام. لكن الحصل حصل، وانا طبعا القانون، وانا عندي معاد ان اللي زول الاول اللي اتصل علي بالضبط اسمه الرشيد، يا الرشيد انا معاك على يوم الاحد، وحتى مكالمتي كان معاك واضحه، وتحديدي معاك ان انا حاجيك او ان انا حتكلم معاك، ورغم الشاعر اللي انا بعرفه بدايته قلته ب 125، وجاني رقم غير، رقم كله بدايته 09 اللي هو كم كده 7 7 7. فممكن انا اي زول من هب ودب يخش عليه بيتكلم معي في الموضوع ده. ومن هنا شكرا جزيلا، ولحد هنا زي ما بقولوا انا عايز تصلني رساله مؤكده، والجهه اللي انا بمشيها بعرفها وين، والناس اللي بيقولوا امجد في فتيل، امجد ما في فتيل، امجد ما قاعد يغني لاي زول، امجد لو ما حصل غنى ما قاعد يغني. وقبل ما اختم برضو غنيت لحسين الصادق وللراحل صلاح بن الباديه من هنا لاسرته الكريمه، وبقول لها له المغفرة والرحمة إن شاء الله رب العالمين، وربنا يتقبله. وبرجع تاني بقول أنا قبل ما أكون فنان إعلامي، وأقول لكم إن إحنا الساس وإن إحنا الدنيا جبناها وبنيناها بويت في بويت، وزعت جدتي الهاغة خلي الفاقة والقاقة، تقول لي شنو تقول لمنو، إن إحنا السيل ونحن الويل ونحن القرمصيص بالحيل، لو درت العديل وزينت عالي يا زول، ولو درت الكعب والشين أرح يا زول. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم.